السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع بكالوريا 2015 شعبة الرياضيات، الموضوع الثاني، تمرين السادس والأخير، تمرين حول المتابعة الزمنية لتطور جملة كيميائية. تبع معي نص التمرين. لمتابعة التطور الزمني للتحول الكيميائي الحادث بين محلول حمض كلور الماء اللي هو H2O بلس بلس سي ال موا ومعدن الزنك زدان سوليد، نضيف عند اللحظة T إيقال 0 كتلة من الزنك أم زدان إيقال 0.654 غرام إلى دورق به حجم V إيقال 100 ملليلتر من محلول حمض كلور الماء، تركيزه المولي C إيقال 1.0 × 10 بيسونس موان 2 مول بار لتر. نعتبر أن حجم الوسط التفاعلي ثابت خلال مدة التحول. نقيس حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق مع مرور الزمن في شروط التجربة التالية: درجة حرارة تيتا إيقال 20 دوغري سلسيوس والضغط P إيقال 1.03 × 10 بيسونس 5 باسكال. أولا اكتب معادلة التفاعل المنمدج للتحول الكيميائي الحادث، علما أن الثنائيتين المشاركتين في التفاعل هما زدان دو بلوس زدان H3O بلوس H2. هذا معادلة التفاعل كأول سؤال. أتنسيون هنا تغلط، راح تمرين. معادلة التحول عندك الثنائية الأولى اللي هي زدان دو بلوس زدان، والثنائية الزوجة اللي هي H3O بلوس H2. معليش نديرهم حالة فيزيائية، أكو سوليد أكو غاز. نبدو بالأولى، شكون هو المتفاعل؟ المتفاعل هو زدان، دار هو قطعة زدان، زدان متفاعل يمد لنا زدان دو بلوس اللي هو الناتج، بموازنة عنصر رئيسي وحدة وحدة، أو مكانش مكانش، أش مكانش مكانش، روحو للشحنة، منا شحنة زيرو، منا شحنة دو بلوس، نزيدو لها دوز إلكترون باش تولي موازنة شحانيا مع الحالة الفيزيائية سوليد أكو. روحوا للزوجة اللي هي H3O بلس H2، شجمع الأول جاب حمض كلور الماء H3O بلس متفاعل يمد لنا H2 الناتج. نفوتوا الموازنة، نبدو بالأو ما نبدوش بالH، نبدو بالأو. أو كاين منا وحدة ومنا ما كانش، نوازنوا الأو بواسطة H2O، نزيدوا وحدة H2O. نروحو نوازنو الاش، هنا شحال عندي؟ عندي 3، وهنا شحال عندي؟ عندي 2 مع 2 صافي 4، معناتها منا 3 ومنا 4. نضرب هذه في زوج باش تولي 6 مع 2O، وهنا هذه نضربها في زوج باش تولي 2O 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 مليحه، ومنا 2 فوا 3 صافي 6 اش، ومنا 2 مع 2 فوا 2 صافي 4، مع التوتال تسمى تجيك 6 اش، 6 هيدروجينات. تبع معايا مليح، نوازنو الشحنه تاعنا، عندنا منا 2 بلس ومنا عندنا 0، نزيدو منا 2 الكترون باش تولي 0 0 بلس 2 الكترون باش تولي 0 0. هذا هذه معادلات اكسده، هذه اكسده، بينما الزوجه اللي منا هذه عمليه ارجاع. عندنا نفس عدد الالكترونات، منا 2 الكترون ومنا 2 الكترون، بجمع الاكسده والارجاع نجد الالكترون غادي يروحوا تولي لنا زدان، عفوا زدان سوليد. بون نديرو حاله فيزيائيه هنا، اكو غاز ليكي زائد 2 H3O بلس اكو تعطينا زدان دو بلس الشريده الاولى اكو بلس 2 H3O بلس عفوا بلس 2 H2O. نديرو H2، نديرو H2 هو الاول غاز، بلس 2 H2O ليكيد، ونكونو في معادلات التفاعل تاعنا. شوفوا السؤال بعده، انشئ جدول لتقدم تفاعل وحدد المتفاعل المحيط. بيان، جدول تقدم والمتفاعل المحيط، جدول التقدم والمتفاعل المحيط. نجيب معادلة التفاعل اللي هي زدان بلس 2 H3O بلس تعطينا زدان 2 بلس بلس H2 بلس 2 H2O. الحالة الفيزيائية ما عنديش نكتبوها، أكو أكو أكو. بون الأول سيتان سوليد، عفوا الأول سيتان سوليد سوليد، أكو أكو غاز ليكيد.
حالة ابتدائية، حالة انتقالية، حالة نهائية. عن تي ايجال زيرو، تي ايجال تي، تي ايجال تي فينال. عندنا كمية المادة تاع زاد غادي نسموها ان ان، وهادي غادي نسموها ان دو، وهنا زيرو زيرو، والما ما ديرهاش به اخرى، معليش حطها زيرو. ان ان ناقص اكس، ان دو ناقص دوز اكس، اكس اكس دوز اكس. ان ان ناقص اكس فينال، ان دو ناقص دوز اكس فينال، اكس فينال اكس فينال دوز اكس فينال. ورانا كملنا مع جدول التقدم مع ملاحظة اللي هي ان ان هي كمية مادة زدن الابتدائية، و ان دو هي كمية مادة اش 3 بلس الابتدائية. ونفوتو للمتفاعل المحيط. التفاعل تاعنا، التفاعل تاعنا مداك اكسدة ارجاعية، تفاعل تام، معناتها ان ان موا اكس ماكس تساوي زيرو، معناتها اكس ماكس تساوي ان ان من هذه، و ان دو موا دوز اكس ماكس تساوي زيرو، معناتها اكس ماكس تساوي ان دو سور دو. الور ان ان هي كمية مادة تاع زدان الابتدائية اللي عطاونا عليها الكتلة تاعها بوتي تام زدان على كرون تام زدان. وهنا اكس ماكس تساوي ان دو اللي هي كمية مادة تاع 10 و بلس الابتدائية اللي عطاونا التركيز تاعه والحجم تاعه سور دو، ما تنساش دو، والتي تساوي تطبيق عدد بنوامر تاعنا كتلة اللي هي 0,654 divisé par grand M normalement 65,4. On va dire que nous la fin de l'exercice est là 65,4 mol par litre, gramme par mol, 65,4. Voilà, c'est tout ça. Oui, c'est tout ça. 10 puissance moins 2 mol. On va dire que nous avons CV sur 2, c'est un atout à nous à toi. C تاعنا هي 10 puissance moins 2 و V تاعنا هي 100 ملليلتر 10 puissance moins 2 fois 100 ملليلتر حول الليتر 10 puissance moins 3 divisé par 2 و اللي تعطيني الريزلتات. alors هنا عندنا 10 puissance moins 2 10 puissance moins 3 sur 2 صافي تعطينا 5 10 moins 4 5 10 puissance moins 4 مول. هذا مقبول باسكو صغير، هذا مرفوض، معناتها اكس ماكس و اكس ماكس فتحة ما غاديش نديرو ديفيرونس، اكس ماكس فتحة صغير على اكس ماكس، ومنه اكس ماكس فتحة مقبول، والمتفاعل المحيط هو مول اكس ماكس فتحة. المتفاعل المحيط هو شكون؟ هو شوارد اش 3 و بلس، باسكو مول اكس ماكس فتحة هو مول ان دو، مول ان دو هو اش 3 و بلس. هاي راهو اللي اكس ماكس فتحة هو ان دو سور دو، ومول ان دو هو اش 3 و بلس، معناتها المتفاعل المحيط هو شوارد الهيدرونيوم. هذه الجماعة اللي يكونوا متريزين ديجا الهيدرونيوم اش 3 و بلس. اللي بعده، الدراسة التجريبية لهذا التحول مكنت من الحصول على البيان الموضح بشكل 8. شكل 8 اللي هو هذا البيان كانوا بروحهم يتبعوا في في اش 2. هذا واحد من التمارين القلال اللي يخدموا بي في يساوي ان ار تي باش يتبعوا الحجم. واحد من التمارين القلال وعطاك تعطى عبارة قانون غاز مثالي بالعلاقة بي في يساوي ان ار تي. طهك عرف السرعة الحجمية للتفاعل، عرف السرعة الحجمية للتفاعل، السرعة الحجمية للتفاعل. عندها تعريفين احنا نخدمو باللي نعرفو به في الباك، هي مشتق التقدم بالنسبة للزمن في وحدة الحجم. اسمع اون فريم تعريف تاعها هو في فوليميك، ما هو الا قانون واحد على في اس دي اكس على دي تي، حيث في اس، حيث في اس هو حجم المزيج التفاعلي، هو حجم المزيج التفاعلي. فوالا هي مشتق التقدم، مشتق التقدم نسبة الزمن في وحدة الحجم، في وحدة الحجم. سؤالي بعده، بين أنه يمكن كتابة عبارة سرعة الحجمية للتفاعل بالشكل V فوليوميك تساوي P على VRT فوا DVH2 على DT.
حيث في هو حجم المزيج التفاعلي، معناتها اللي حنا في هذا التعريف رانا كاتبينه في اس، وهو اونفري سماه في التمرين سماه في. ومنه لدينا قانون السرعه اللي هو في فوليوميك تساوي 1 على في دي اكس على دي تي، هذا القانون الاصلي. دروك البيان شرح فيه، البيان راه فيه في اش 2 اسم اش 2 غاز، راه يهضر على اش 2، روح اقرا اش 2 من جدول التقدم. نعرفوا بلي نسحقوه في المرحله الانتقاليه، ها هو جدول التقدم، ها هو جدول التقدم. قرا في اش 2، قرا لي ان اش 2 في اللحظه تي شتسوا سوا اكس، ان اش 2 في اللحظه تي تساوي اكس. و اش 2 غاز معناتها يطبق عليه بي في يساوي ان ار تي. شوف هنايا مادام البي ثابت، الفي اش 2 يتبعه الان اش 2. او هنا شنو راك كاتب؟ راك كاتب ان اش 2 كي دير هنا في اللحظه تي، تبعها هنا في اللحظه تي، باسكو هذا ثابت 1. قال لك عليه شحال يسوى ار ثابت، درجه حراره 20 دوغري سلسيوس، ما نخدموش بها بالسلسيوس في القانون بالكلفين التحويل لا باين. دوك نديرو راك كاتب سما المتغير ان، كي يتغير كميه الماده تاع اش 2 يتغير معها حجم الاش 2. هاو كاتب انت ان اش 2 في اللحظه تي تساوي اكس، و ان اش 2 في اللحظه تي ها هي. ثم قد نجيب الاكس نحطها هنا، نجيب الاكس من هذه نحطها هنا، اكتبها معايا. ثم لا تولي لي بي في اش 2 في اللحظه تي تساوي اكس ار تي. وهنا راك وصلت لواش؟ راك وصلت لعلاقه تربط ما بين اللي راه في البيان اللي هو في اش 2 بدايه الزمن والاكس. كي توصل العلاقه اللي تربط ما بين اللي راه في البيان والاكس، خرج الاكس وحده شي يسوى، ومنه اكس شي يسوى سوا بي في اش 2 في اللحظه تي على ار تي. وراها نكتبو لهم بالاشتقاق نجد في فوليوم اكس حجميه تساوي 1 على حجم المحلول، خلي بلاص ديت على راه في البيان دي في اش 2 على دي تي. شرح لاصق فيه هنايا في اش 2 على دي تي، في اش 2 في اللحظه تي شحال لاصق فيه؟ لاصق فيه بي على ار تي، تكتبها في هذا البلاص اللي خليتها خاوي. اون فري راك دير عمليه اشتقاق. نعرفوا بلي اشتقاق في فيزيك هذا متغير نديرو له دي، هذا متغير نديرو له دي، ثوابت يقعدوا، والمتغير هو اللي يلصق معاه دي على دي تي، معناتها هذا متغير نديرو له دي والبي على ار تي يبقى، ونضربوه في ان سيرفي باش يولي سرعه حجميه. في فوليوميك كون عوضوها نضربو بس بس مقام في المقام، تعطيك بي على في ار تي مضروبة في دي في اش دو على دي تي، اللي هي العبارة اللي قالوها لنا بينوها. موراها شكل موراها ديريكتومون قال لك احسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة تي ايكال زيرو، قيمة القيمة عند تي يساوي زيرو. رانا ديجا مخرجين العبارة تاع السرعة في فوليوميك، رانا كاتبينها باللي هي بي على في ار تي، بي على في ار تي دي في اش 2 على دي تي، و في اش 2 هو الميل، او عند تي يساوي زيرو راه رسم لك المماس. دينا منها هي زوج نقط، النقطة الأولى اللي هي زيرو زيرو ها هو المماس، النقطة الأولى اللي هي زيرو زيرو هادي، والنقطة واحدة أخرى اللي هي تاع السيس. شوف تاع السيس مع من طيح، طيح هنا 2 4 6 8 10 12 ملليلتر. الوغ 6 12 معناتها الميل تاعي اي يساوي فرق لي زيكغيك، معناتها 12 موان زيرو على فرق لي زيكس اللي هي 6 موان زيرو، تعطيك الميل تاعي يساوي نص، اونفان يساوي 2 عفوا، يساوي 2. شوف ما تنساش الوحدة، ما تنساش الوحدة اللي راك تخدم بها، كونسونطري مليح شنو راك دير، ما تنساش الوحدة اللي راك تخدم بها. في فوليوميك تساوي بي، يعطوها لنا 1.0 هذا 1.013 10 5 باسكال، اللي هي الوحدة الدولية في قانون بي في يساوي ان ار تي، على في اللي هو حجم محلول اللي هو 100 ملليلتر محول لليتر اللي هي 0.1 لتر في قانون السرعة، نحوله الى اللتر. الار اللي عطاوه لنا 8.31، درجة الحرارة عطاوها لنا تسوا 20 دوغري سلسيوس باش نحولوها لكلفين، نزيدو لها 273 وتعطينا 293 كلفين.
أو التحويل. تعطينا 293. دي بي لقيناها دو، ألور دو ما تنساش الوحدة تاعها، لي زيكغيك راهم باش، لي زيكغيك راهم بالمليليتر. ألور هنا هذا القانون هذا تاع غازات مثالية ما يخدمش بالمليليتر، هذه في اش دو من جاية، جاية من بي في يساوي ان ار تي، ما تنساهاش، راها بالمليليتر، نورمالمون تكون بالمتر كوب، متر كوب في قانون الغازات المثالية باش تقدر تخدم بالويت 31، متر كوب. معناتها مليليتر المتر كوب محولة متر كوب 10 بويسونس موان 6، دو فوا 10 بويسونس موان 3 للتحويل لليتر، من بعد من ليتر المتر كوب 10 موان 3 واحد اخرى، موان 3 مع موان 3 صافي موان 6. دروك نديرو تطبيق عددي رابيدمون ونحسبو شحال عندنا ريزولتا. 1.013 فوا 2 ديفيزي بار 8.31 فوا 9 فوا 293. Alors, on va aller aux sources, 10 puissance moins 4, V volumique. 10 puissance moins 4, alors on a 10 puissance moins 1, on a dit qu'il faut que tous les 1, tous les 10 puissance 5, 6, mais le moins 6, c'est directement 8,32 fois 10 puissance moins 4, ou le wihda mol. لتر موانز 1 باسكو انا خدمين بالفي هادي 0.1 لتر، مينوت موانز 1 باسكو لي زيكس محور الازمنه راه بالمينوت اللي دينا منه فحسبنا السرعه. ها ريزلت تاع السرعه تاعنا. السؤال اللي بعده قال لك استنتج سرعه اختفاء شوارد اش 3 او بلس عند نفس اللحظه، ما انت عمليه استنتاج فقط، استنتاج سرعه اختفاء شوارد اش 3 او بلس. هنا اللي خصك كونسونطري مليح باسكو ما قالكش عطيني السرعه الحجميه لاختفاء شوارد اش 3 او بلس، قال لك عطيني سرعه اختفاء تاعهم بلا حجميه. الحاجه الاولى اللي تعرفها سي كو من تكون في سرعه حجميه وتبغي تروح للنورمال، الوغ ديجا المعلومه باينه، في فوليوميك تساوي ان سور في دي اكس على دي تي. هاد دي اكس على دي تي هادي هي سرعة تفاعل نورمال، معنتها تقد تقول بلي في فوليوميك تساوي واحد على الحجم مضروبة في السرعة النورمال. هادي تطبق بالنسبة للجميع، معنتها إلا عندك في فوليوميك تاع اختفاء اش 3 او بلس تساوي واحد على في مضروبة في سرعة اختفاء اش 3 او بلس ديريكت. وكاين معلومة أخرى اللي هي تقول العلاقة بين السرعات، ان السرعه الحجميه لاختفاء اش 3 او بلس، السرعه الحجميه في فول عفوا في فوليوميك تاع اختفاء اش 3 او بلس على المعامل ستوكيومتري تاع اش 3 او بلس اللي هو شحال يسوى معامل ستوكيومتري تاع اش 3 او بلس اللي هو 2، على المعامل ستوكيومتري تاع اش 3 او بلس اللي هو 2 تساوي بون. هي علاقه نجيبوها من الـ من الـ من البيان من المعادله ديريكتومون. سرعة اختفاء زدن على معامل ستوكيومتري تاعه 1 تساوي سرعة اختفاء اش 3 او بلس على معامل ستوكيومتري تاعه 2، وتساوي سرعة تشكل زدن 2 بلس على معامل ستوكيومتري تاعه 1، وتساوي سرعة تشكل اش 2 على معامل ستوكيومتري تاعه 1. الما ما يهمناش، دونك هذه معلومة راها كاينة في فيديو سبيسيال فيها العلاقات بين السرعات، بالصفة عليك تقراها العلاقات بين السرعات ومين جاوب بهم بالبراهين تاعهم. هكاك تلميذ تاع تيرمينال يلقى يكون عنده باجاج مليح لي قد يافرونتي به نامبورت كال اكزارسيس، والتي تساوي كومبلي تساوي السرعة الحجمية للتفاعل. ثم كنت تخدم نورمال، كنت تخدم سرعات نورمال، نعود نقولو المعادلة، سرعة اختفاء نورمال مع ميستوكيومتري تاعه تساوي اختفاء هذا نورمال مع ميستوكيومتري تاعه، ولا تقول الحجميات، حجمية لاختفاء هذا على 1، حجمية لاختفاء هذا على 2، تساوي حجمية لتشكل هذا على 1، وتساوي حجمية لتشكل هذا على 1، وتساوي سرعة الحجمية في فوليمي. alors voilà، عندنا هادو زوج معلومات بروفيتي بهم وجبدنا في اش 3 او بلس، وحوس على هذه سرعة اختفاء اش 3 او بلس، في اش 3 او بلس، عندك في فوليمي سوا هذه.
وعندك في فوليوميك اشترا او بلس سوا هذه، وعندك في فوليوميك اشترا او بلس يساوي 2 في فول. هاي لا في فوليوميك اشترا او بلس تساوي 2 فوا في فوليوميك اللي هي صراحه حجميه نورمال. نساوي بيناتهم في فوليوميك سوا هذه في فوليوميك سوا هذه، معناتها هذه سوا هذه، معناتها ان سور في ان سور في في اش 3 او بلس سرعه اختفاء اش 3 او بلس تساوي 2 فوا في فوليوميك، معناتها في اش 3 او بلس سرعه اختفاء اش 3 او بلس نورمال تساوي 2 فوا في في فوليوميك، ولا تساوي 2 فوا في حجم المحلول اللي هو يسوى 0.1 لتر مضروبه في في فوليوميك لان حاسبينها لقيناهاش يسوى 8.32 ديسبيسون موان 4 8.32 ديسبيسون موان 4. نخرجوا له في اش 3 او بلس سرعه اختفاء اش 3 او بلس تساوي نحسبوها رابيدمون 2 × 8.32 1,66 × 10 puissance عندنا موان 4 toujours مول مينيت موان راح الليتر. هذاك الليتر موان زان اللي كان هنا كي نضرب في الليتر اللي هو الفي راح تو سامبلومون، ويبقى لنا مول مينيت موان زان اللي هي سرعه نورمال ماشي حجميه. السؤال اللي بعده اللي هو سؤال اخير، عرف زمن نصف التفاعل وحدد قيمته بيانيا. زمن نصف التفاعل شو تعريف تاعه؟ هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف تقدمه الأعظمي أو النهائي غير كيف كيف، ويعطى بالعلاقة ما تنسوش العلاقة تاعه، ويعطى بالعلاقة x في اللحظة تي ان دومي، هذا هو العلاقة الوحيدة اللي نعرفها على تي ان دومي تساوي x ماكس سور 2. أدرك غادي نروح نخرجوها بيانيا، ومن البيان تبغي تهني راسك ما باقي لكش بزاف دانيير كاسيون تاع ليكزارسيس ما تغبنش روحك كاع، راك ديجا خادم من جدول تقدم ولا اكتب له مما سبق، مما سبق راك ديجا خادم من مما سبق، لارك خادمه من قبل ركاتب باللي ان اش 2 في اللحظه تي ركاتبها ديجا تساوي اكس، وركاتب بي في تساوي ان ار تي، ورك خادمها بال اش 2 في اللحظه تي ان اش 2 في اللحظه تي، عوض الاكس تاعك هنا تعطيك بي اش 2 في اللحظه تي بي في اش 2 في اللحظه تي عفوا تساوي اكس ار تي. رخصنا في اش 2 باسكو البيان راه فيه في h2 تساوي xrt على p. نزوقها ب t ان دومي في h2 في اللحظة t ان دومي تساوي x في اللحظة t ان دومي rt على p، و x في اللحظة t ان دومي هي x max sur 2 معناتها x max rt على 2p. عفوا على كتابة دياغونال دوك نسرحو في h2 في اللحظة t ان دومي تساوي x max راه محسوبة ديجا اللي هي اكس ماكس بريم لما نسيتوهاش كنا خدمناها قبيله هاي لا اللي هي 5 ديس موان 4 ونحسبو تو سامبلومون ما نغبنوش روحنا بالعلاقات، كنا قادرين نخرجوها علاقه 5 ديس موان 4 ار 8.31 تي 293 ديفيزي بار 2 بي اللي هي 1.0 سينها 13 فوا 10 بيسونس 5 باسكال اللي هو الضغط الجوي اون فري. نحسبوها رابيدمون 5 فوا 8.31 فوا 293 ديفيزي بار 2 فوا 1.013 ما تنسوش اقواس تاعكم تعطينا 6 فوا 10 بيسونس 3 مع الموان 4 صافي موان 1 فوا 10 بيسونس موان 6 متر كوب. هذه راها بالمتر كوب، ما تنسوش كي تكونوا تخدموا في في يساوي ان ار تي الا حطيتو في تحطوه بالمتر كوب، ولا حسبتو في غادي تحسبوه بالمتر كوب باسكو راكم غير بالوحدات الدوليه. متر كوب راه جاي من الار اللي هو 8.31
اللي هي تساوي 6 فوا 10 بوسون موان 6 متر كوب اللي هي 6 مليلتر. بالإسقاط على البيان ثم على محور الأزمنة نجد ديريكتومون آخر ريزولتا في التمرين اللي هو تي ان دومي شحال يسوى. دو كات سيس اسقاط هو ده هنا دير اسقاط تاعك بيان. هاي النقطة اللي طيح فيها. اوكي هاد لا ميثود تقول بلي تشوف هاد النقطة هنا روح شوف هنا شحال كاين كارو، كاين واحد زوج ثلاثة تقريبا راك في ربع كارويات صغار. هنا شحال عندك كارو صغير؟ عندك واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة صافي عشرة. ستة على عشرة صافي شحال؟ صافي زيرو سيس. انت راه باقي لك ربع كارويات منا، معناتها عندك ست كارويات اون تو. ست كارويات الوغ سيس فوا زيرو سيس، سيس فوا زيرو فيرغول سيس تعطيك ريزولتا بريسك اكزاكت تروا فيرغول سيس وحدة مينوت. تي ان دومي ايكال تروا فيرغول سيس وحدة تقريبا مينوت. انتهى حل هاد التمرين، وبالتالي هاد الموضوع. نلتقي في تمرين قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن أسئلة حطهم لنا في التعليقات، وشاركوا القناة ماذا بكم مع زملائكم لتعم الفائدة على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.